نحكي شوي عن درس هذا اليوم. درس هذا اليوم هو واحد من الدروس الهامة اللي احنا اشتغلنا فيها من الاسبوع الماضي، لو انتم فاكرين معي، اكيد فاكرين معي. الاسبوع الماضي احنا ابتدينا في سلسلة هامة جدا من التعليم الكتابي بخصوص كيف تحدد من خلال الإظهارات اللي تحصل في حياتك نوع الأرواح أو أسماء الأرواح اللي بتحاربك، ومهم جدا أنك أنت تحدد وتعرف هذا الشيء. وأخذنا أكثر من آية كتابية ترد إلنا ليه لازم إحنا نعرف وكيف لازم إحنا نتعامل مع هذه الأرواح الشريرة. ممكن نعطي درس إحنا نشجعك فيه هذا اليوم، لكن خدمتنا أو مثقلين بمشيئة الرب في هذه الخدمة هي فضح مملكة إبليس، فضح هذه المملكة. لذلك أنا ما بزعل ولا بتضايق لما يجيني سؤال منك تسألني فيه كيف أتعلم، كيف أقف، كيف أمسك سلطاني، كيف أتحرك. بالعكس أنا بفرح كثير لما تجيني هذا النوع من الأسئلة. لكن لما يجيني سؤال مثلا يقول لي أنا بدي أسافر صلي لي، أنا بدي أتزوج صلي لي، أنا بدي أعمل صلي لي، طبعا أنا بصلي لك بحقيقة، لكن مش بس بصلي لك، مش الطريقة اللي أنا مدعو إلى. أنا دعوتي إخراج شياطين، أنا دعوتي خدمتي إخراج شياطين. فلا تطلب مني مجالات أخرى، ركز في، أنا مركز في دعوتي. إذا بدك أي تعليم بخصوص الكلمة، وعظ عندنا يوم الأحد، إذا أنت موجود قريب تفضل، عندنا الكنيسة مفتوحة. إذا أنت بدك تسمع لايف أيضا موجود. تعليم يختلف، في فرق بين تعليم الكنيسة وتعليمنا في برنامج إطلاق المأسورين. هذه موهبة، هي دعوة من الرب، رب أعطاني هذا الشيء بشكل شخصي. أما الكنيسة فهي دعوة خاصة أخرى أخذتها من الرب من 20 سنة، فكل شيء له ترتيبه في خدمتنا، ما عندنا فوضى. فبصلي باسم يسوع يكون في فائدة من الدروس اللي أنت وإحنا بنستقبلها من الروح القدس. طيب، في أحد الأخوة سألني أسئلة، قال لي إيه فائدة أني أعرف الأرواح التي تهاجمني؟ المفروض أني أعرف كيف أتخلص منها. كلامك صح، كلامك حقيقي. مش هدف البرنامج اني بس اعرفك اسماء الارواح. من البداية من 4 سنين او 5 سنين من اطلقنا هذا البرنامج كان عندنا هدف مختلف، كان عندنا هدف انك انت تعرف، تتعلم، تمسك سلطانك، تمارس سلطانك. ان كان على مستوى فردي، لو انتم فاكرين الناس اللي معي من 5 سنين، انا قلت ممكن انت تحرر نفسك، ممكن انت تحرر شخص غالي على قلبك، اخ، صديق، بعيد عم يتألم، تحرره. ممكن انت تحرر كنيستك، ممكن انت تحرر عملك. فهدف البرنامج من الآخر انه مش بس اعطيك اسماء واحكي لك تعليم واطلقك بهاي الطريقة، لا، هدفنا انك تمسك سلطانك، تمارس سلطانك. يجي اليوم ما تحتاجني، بتجي اليوم ما تحتاج الأخوة البقية، انت تقدر تتحرك، انت تقدر تخدم نفسك وبيتك وحياتك. وهذا هو بالأخير هدفنا، ما عندنا اي هدف اخر سوى انه نخدمك بكل أمانة، ويكون عمل الرب على حياتك قوي جدا، تخدم بيتك، تخدم الناس اللي قريبين عليك. برنامجنا يعتمد بطريقة يعني بدرجة الأولى على محبتك للآخرين، كيف أنت بتحب تساعد الناس، كيف أنت بتقف لأجل آخر، كأنه شخص آخر عليه هجوم وأنت تفزع، سامعين بالفزعة، تقف معه، تمسك ظهره، تسنده، تقاتل، تحارب معه حتى هو يكبر ويمسك سلطانه ويبتدي هو أيضا يكون في مركز البنوية. ومثل ما حكت أخت هيام بالتعليق ببساطة، لو أنت قدرت تعرف الأبواب وتغلق الأبواب وتبطل السلوكيات اللي تفتح باب للخطايا، أنت نفسك راح ترتاح، أنا راح أرتاح، الرب راح يرتاح، الكنيسة راح ترتاح، والوضع العام كله راح يتغير. نحتاج اليوم نتعلم. يسوع نفسه، رب يسوع نفسه سأل الشيطان عن اسمه، فقال له أنا لاجئون، أنا لاجئون. هدفنا مش بس ننتهر لاجئون ونقول له روح للخنازير، هدفنا أنك تتعلم أنك أنت تعمل حرب روحية ضد كل أرواح شرير. أنت تتعلم كيف تنظف بيتك، أنت تتعلم كيف تبارك أولادك، أنت تتعلم كيف تكون سبب بركة في كنيستك، والروح القدس يكشف أمامك بمقدار أشواقك
عن رغبته ودعوته لحياتك، وأنا واثق أنك أنت راح تكون وأنت راح تكونين مباركة بقوة. طيب اليوم مثل ما حكيت الجزء الثاني من سلسلة أعرف الأسماء أو أعرف عدوك أو أعرف الأرواح اللي بتحاربك، وتحديدا من خلال الإظهارات الخارجية التي تحدث معك. راح أعيد بسرعة لمدة دقيقة واحدة بس الجزء الأول بس فقط، راح أعد الثمان أرواح اللي حكينا فيها، ومش راح أدخل في تفاصيل لأن عندنا ست أرواح أو سبع أرواح أخرى راح نحكي فيها هذا اليوم أيضا. طيب الروح الأول اللي حكينا فيه الأسبوع الماضي اللي كانوا موجودين معنا وموجود هذا على موقعنا على اليوتيوب، وسام جميل أو مدرسة إطلاق المأسورين، تقدر تفتح أي واحدة من الاثنين راح تلاقي هذا التعليم موجود. أول روح حكينا عليه كان روح أبليون أو روح التدمير، وهذا روح شرس جدا، هو روح تدمير، روح مدمر قادم من الهاوية أو قادم من الجحيم، ويحمل اسم الموت، يحمل معاه الموت. من أيام كنا بنصلي مع شخص معين كان عنده روح التدمير، يعني بالحرف الواحد حكى أنا روح التدمير، هو روح أبليون اللي آتي من الجحيم، وحكينا في سفر الرؤيا موجود شرح كامل عن هذا الموضوع وكيف يجي وكيف تتعامل معه. طبعا هذا يجي نتيجة أسحار، لازم تتعامل معه بطريقة صحيحة وقانونية، ويحتاج التحرير بهذا الروح إلى فترة، يعني بتنتظر هذا الروح يخرج لكن يترك آثار، مثل ما شخص ماسك في شيء معين لفترات طويلة وتنتزع هذا الشيء من يده فيترك زي الخدوش. بعض الأوقات الناس تفتكر أنه هي ما تحررت بسبب هذه الخدوش المتروكة في المشاعر وفي الأفكار، لكن أحكي لك أرواح الموت هذه وظيفتها، لما تخرج تترك آثار خدوش، فتحتاج إلى يوم أو يوم إن أنت تمسك سلطانك وتنتهر هذه الأرواح وتحكي له ما عندك مكان عندي، مكان اللي أنت سببتي فيه خدوش الروح القدس بده يعالجه ويحررني من عنده وتخلص من عنده. الروح الثاني اللي حكينا عنه كان روح الرفض أو التخلي أو الترك، الرفض أو التخلي أو الترك، الإنسان اللي شعر بالرفض، الناس اللي العوائل أو البيوت أو الرجال أو النساء اللي تخلوا عن مسؤولياتهم اتجاه الآخرين، رفض، ترك، هجران، حكينا عن هذا الروح وقلنا مسؤول عنه بالدرجة الأولى روح إيزابل. الثالث كان الأرواح التي تسكن في الجسد وتحديدا في منطقة البطن، حكينا عن الأرواح الالتواء، التواء الملتوية، حكى الكتاب في سفر أيوب وحكى في أشعياء عن الحية لوفايثان، وقلنا الحية أو لوفايثان هي مش واحدة، هي مجموعة، مجموعة ممكن تكون السودة، ممكن تكون الكوبرا، ممكن تكون اللوفايثان هو المسؤول، ممكن تكون الملتوية، ممكن تكون جيفار، كل واحدة من هذه الأسماء كلمة حية واردة بالكتاب المقدس كثير من زمان، سفر خروج عارفين انه معنى كلمة حية التصقت بالفراعنة وبالسحرة، وعرفنا انه كلمة حية باللغة اللاتينية هي معناها السحر، لهذا السبب يحصل التواء. حكينا عن البطن، المعدة، القولون، كيف يحصل الجهاز الهضمي، كيف يتلوى مثل ما تتحرك الحية بنفس الطريقة وكيف نتعامل معها. رابعا حكينا عن روح اللعنة، قلنا في روح اسمه روح اللعنة، شخص عليه لعنة أو مدينة عليها لعنة أو بيت ملعون، وكيف تتعامل مع هذا الروح حكينا بالتفصيل في الفقرة الرابعة. الفقرة الخامسة حكينا عن روح الإجهاض، روح الإجهاض مولوك، قلنا مولوك هو روح الإجهاض، هو روح قتل الأطفال في الرحم، وقلنا خطورة هذا الروح أنه بيشتغل مع روح الموت وروح القتل وينتقل عبر خط الدم من جيل إلى جيل، وكل مولود يطلع يروح معه ويتحول رحم المرأة إلى مقبرة تسكن فيه الأرواح النجسة، وحذرنا من هذا الروح كثير وعلمنا عن هذا الروح كثير وكل التعليم موجود. سادسا حكينا عن روح أبشالوم، روح أبشالوم ابن داود، وقلنا هذا الروح هو روح الكبرياء أو الافتخار، الكبرياء أو الافتخار قلنا مسؤول عنه كتابيا هو لوسيفر،
هذا هو الروح المسؤول عن الكبرياء والافتخار، وهو رئيس مملكة السحر أيضا. فلو في السحر في شيء اسمه الحية اللي هي الملتوية، وفي رئيسها موجود أيضا اسمه لوسيفر، وهذا حكينا عليه في الجزء السادس. الجزء السابع حكينا على روح الاعتداء أو الإساءة، الأبيوز، إساءة بمرحلة الطفولة، الإساءة بالضرب، الإساءة بالكلام، لعنات كلامية. وقلنا الروح اللي مسؤول عن روح الاعتداء أو الإساءة هو روح إيزابيل بشكل مباشر، وهو وجه من وجوه هذا الروح في الحركة أو التعامل مع الأشخاص. أخيرا حكينا عن روح المشتكي على الأخوة، المتهم، الاتهامات، الذي يقذف بالاتهامات الكاذبة ويشتكي باستمرار على الأخوة. هون طبعا مجموعة، لأنه الكتاب حكى لنا في سفر الرؤيا 12 أنه سقط المشتكي على الأخوة الذي كان يشتكي عليهم نهارا وليلا. وشفنا أيضا المشتكي كان موجود في زكريا 3، المشتكي شفناه موجود في أيوب 1 و2، والمشتكي هو الحية القديمة. وعرفنا من خلال التعليم اللي أخذناه بهذا الموضوع أنه هذه الحية القديمة اللي هي المشتكي، اللي هي دائما تقذف بالاتهامات، دائما تشتم، لما تسمع روح شتيمة جواتك أعرف أنه المشتكي هو الموجود بالداخل، وتحتاج أنك أنت تتعامل مع هذا الروح بنعمة الرب، والرب يخلصك منه بالكامل في اسم يسوع. وصلنا اليوم إلى رقم 9. رقم 9 هام جدا وموجود جدا، وراح نحكي عليه بداية، راح نحكي عن الروح المسؤول عنه، وفي نهاية البرنامج راح نصلي على كل واحد من هدول. لو لغاية الآن أنت ما عملت شير وما شاركت إخواتك، بفضلك أعمل شير من الآن، راح نبتدي في تعليم بخصوص هذا الموضوع. رقم 9 هو روح الإدمان، الإدمان بكل أشكاله. هل الإدمان هو روح شريرة؟ نعم. طب ما هي أنواع الإدمان اللي تدخل من ضمن أرواح شريرة؟ المخدرات هو النوع الأول، اللي هو عبارة عن أرواح شريرة تستقر في مكانتين، تستقر في المناخير أو الأنف، وتستقر في الأذرع، مناخير والأذرع، هاي المكانات اللي يستقر فيها روح الإدمان. نفس روح الإدمان على مستوى أقل، السجائر، الدخان. هل الدخان والأرجيلة روح شريرة؟ نعم، روح شريرة. هذا ورد في الكتاب المقدس في العهد القديم، حكى عن الكتاب المقدس لا تقربوا البخور إلى أنفكم. كانوا يأخذون ورق النبات ويحرقوه ويشموه، يأخذوه ويشموه. فهي أشياء أرواح شريرة، هي روح إدمان. فعندي المخدرات روح إدمان، السجائر روح إدمان. هل في شيء آخر أيضا في أرواح شريرة بإدمان؟ نعم، الأكل بشراهة، الأكل بشراهة أيضا أرواح تستقر في منطقة المعدة ومنطقة الفم، وتبتدي دائما أنت مش جوعان، هي تحركك حتى تأكل، دائما تشوف جواتك فيه تزعل تاكل، تفرح تاكل، اي شيء اخر تاكل، ما تعرف حدودك بالطعام، ما تسيطر على نفسك، هذه ايضا تخص الجهاز الهضمي. هل الكحول، مشروبات لما الناس تشرب كحول، كل انواع المشروبات، هل هذه ايضا ارواح شريره؟ الكتاب المقدس كل شيء ذكر فيه ادمان، التكرار، انسان ما يقدر يتغير، هذه ارواح شريره. الكحول يخلي يدخل في مجالات الفم ويسيطر على الانفعالات، يسيطر على الأفعال. فتلاقي شخص قبل ما يشرب كحول شخص متزن، بعد ما شرب كحول الاتزان اللي موجود عنده اختفى، يا أما يضحك، يا أما يتكلم كثير، يا أما ينام، يا أما يبكي ويزعل، يا أما يتعارك، يا أما يعمل مشكلة. ليه؟ شو اللي بيحصل؟ الأرواح الموجودة تبتدي الآن تتحرك، تتحرك 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 تتحرك، هذه الأرواح تبتدي تشتغل بالداخل. لما تلاقي تقودك إلى الكحول أو تقودك إلى الإدمان، وراها مباشرة تطلع هذه الأرواح الموجودة. مثلا واحد يشرب فعنده روح القتل أو عنده روح الغضب، لاقي هو يشرب يمسك عائلته يبدي يضرب الزوجة والأطفال،
واحد يشرب عنده روح الضعف، روح المرض فينام، واحد يشرب عنده روح الثرثرة فيبدي يتكلم يتكلم، واحد يغني، واحد تأثر على هذه أرواح شريرة. إمتى تظهر؟ لما أنت توصل إلى مراحل تبدي تأكل بشراهة، تشرب كحول بشراهة، تأخذ مخدرات. الناس اللي تشرب مخدرات تفقد الوعي، بس تضحك ما يشعر بأي شيء. شو اللي بيحصل؟ مين هذا اللي بيضحك؟ هذا الوجه الآخر، هذا الروح الموجود بالداخل هو بيبتدي يتحرك بهاي الطريقة. شرب الكافيين، القهوة، ما أقدر بدون ما أشرب قهوة. الرواح تاخدك مش بس للقهوة، تاخدك للسكريات. شوف إنسان رغم أنه عنده سكر عالي، سكرين عالي، لكن أول ما يشوف شيء في سكريات ما قادر يمسك نفسه، ما قادر يضبط نفسه. شو هذا؟ ليه أنت مو قادر؟ الروح اللي موجود، الروح الداخلي يدفعك، يخليك تدمن، يخليك ما تقدر تفارق هذا الموضوع، ما تقدر تفارق الانترنت، ما تقدر تفارق الفيسبوك، ما تقدر تفارق التلفزيون. وأكثر قوة في هذا الروح هو الناس اللي تجلس على الأفلام الإباحية، تشوفه يتحرك زي الآلة، ما يقدر يتحرر من هذه الأشياء. شو اللي بيخلي هذا الإنسان عنده هذه المشكلة؟ اللي يخلي هاي الإنسان أرواح شريرة، أرواح تجلس بالعين فتخليك دائما إذا ما تشوف أشياء إباحية ما ترتاح، إذا ما تمارس أشياء إباحية ما ترتاح، إذا ما تشرب قهوة ما ترتاح، تخليك تشعر فيلي، نعطيك شعور إنك أنت مصاب بمرض، عندك صداع، عندك مشكلة لازم أنت تعالجها من خلال شرب، أكل، كحول، ومواقف أخرى. هل في أشياء أخرى مدمن؟ نعم، الناس اللي تدمن المقابر، الناس اللي تروح للمقابر بكثرة، الروح الموت يجذب هذول الناس، يفهم هذول الناس أنه أبوك وأمك وزوجتك وأخوك في هذا المكان مش موجود، أنت رايح تزور تراب، هذا التراب في روح شريرة. الناس اللي تروح للمقابر الأرواح تجر أرجلة، ترمي عليها أتربة حتى ترجع مرة أخرى للقبور وللمقابر، وتبتدي تزور المقابر، والهدف الأخير أنه يخليك تتعود على المقابر، يخلي جواتك روح موت، روح انتحار. ليه أنت عايش؟ تلاقي نفسك واقع تحت هذا الموضوع، دائما يجي زورك بأحلام، يجيب لك أرواح الموتى أو أشكال الموتى، حتى أنت تقعد الصبح، ها كلمني فلان، طلب مني فلان، شفت فلان يأكل هذه الأكلة بالحلم، خليني أعمل هذه الأكلة وأروح في جمعة الموتى أو أروح للأموات حتى أنطي هاي الأشياء. هذا كله أرواح شريرة، هاي كله أرواح شريرة. هاي أرواح عادة تستقر في الأماكن التي تستخدمها في عملية الإدمان. فلو أنت رحت على المقبرة رح رجلك تتعود، أول ما تصحى الصبح رح تفكر بالمقبرة، تعودت على المخدرات، فمك ومناخيرك وإيدك تبدي تتعود على هاي الأشياء وما تقدر تتخلص من عند السجائر، خصوصا السجائر دائما شوفها بالأصابع، الأرواح تجلس في الأصابع، الشراهة بالطعام والحلويات والكافيين تستقر الأرواح بالجهاز الهضمي. فتشوف الناس اللي عندها مشاكل بهاي المواضيع عندها مشكلة بالجهاز الهضمي، الناس اللي بتشم وبتعمل كحوليات عندها مشكلة بالرئة. ليه؟ تجيب أرواح مرض وموت وضعف حتى تقدر السيطر. في نوع آخر هو القلق، إدمان القلق، في ناس تقلق، صغيرة والكبيرة تقلق، واحد تأخر تقلق، دخل موضوع معين وعدك وما جاء قلق. هل القلق روح شريرة؟ نعم، القلق والخوف يستقران في العينين ويسيطران على المشاعر بشكل قوي جدا. فلازم نفكر لو أنا واقع تحت أي نوع من أرواح الإدمان، لازم أفكر لو أنا شفت شخص عنده هذيان، أرواح الإدمان شو تعمل؟ تعمل هذيان، شخص عنده كثير كلام، رجفان، عنده إيديه ترجف بهاي الطريقة، مقادر يمسك هذه الإيدين أو ترتعش الإيدين، تلاقيه يتقيأ بشكل مستمر، عنده مشكلة في الجهاز الهضمي، وبعدين تلاقيه عنده موت وعنده شتائم، وترافق هاي الأرواح أرواح الفقر والرفض. من وين جبنا هذا الكلام؟ هل في شاهد كتابي؟ نعم،
ممكن تطلع معي أشعياء 28 يتكلم عن إدمان الكحول، عن إدمان المخدرات، يتكلم أشعياء 28 إذا أنت فتحت وقريت هذا الإصحاح بالكامل كله يتكلم. عدد واحد يقول: ويل لمدينة السامرة، تاج فخر سكارى أفرايم، ولزهرة جمالها المجيدة الذابلة التي تتوج رأس وادي خصب المخمورين. في مخمورين، ناس مخمورين، سكارى. عدد ثلاثة يقول: فتداس السامرة، تاج فخر سكارى أفرايم بالأقدام. شوف اللي عنده أرواح من هذا النوع يسقط، ينداس، يقع. شو تعمل هذه الأرواح؟ destroy، تدمير، دمر حياته. عدد سبعة قل: ولكن هؤلاء أيضا أظلتهم الخمر، ترنح، ترنحوا بالسكر، فسلب المسكر، اسمع، فسلب روح شريرة المسكر عقول أنبيائهم كهنتهم، فأربكهم ورنحهم، فأخطأوا الرؤية وتعثروا في الأحكام. هذا عدد سبعة. يا ريت حد يجيب لنا أشعياء 28 سبعة. ولكن هؤلاء أيضا أضلته، روح ضلال، أضلتهم الخمر وترنحوا بالسكر، فسلب المسكر عقول أنبيائهم وكهنتهم. ممنوع، هذا الكلام ممنوع. فأربكهم ورنحهم، فأخطأوا الرؤية وتعثروا في الأحكام. عدد ثمانية: فامتلأت موائدهم كلها بالقيء، امتلأت بالقيء ولم يبقى مكان، لم يتلوث، ما بقى ولا مكان إلا تلوث. لو عندك شخص بيقول لك: لا هذا المسكر، هذا الخمر، هذا المش عارف شو، لا خليه مشترر كتاب، قل له: اسمع، اقرأ أشعياء 28 يا نبي ويا كاهن ويا خادم الرب، واقرأ هذا الشاهد الكتابي وشوف شو عم يحصل معك. لازم تفتهم الأمور الخاصة بهذا الموضوع. طيب، مين مسؤول المباشر عن روح الإدمان؟ مين الروح المسؤول عن هذا الموضوع؟ الروح المسؤول بالدرجة الأولى لوسيفر. لوسيفر هو المسؤول عن هذا الموضوع. ليه؟ لأنه هذا يخص الجسد، يخص ضرب الجسد. فالروح لوسيفر يتونس، يتمتع لما يشوف واحد يسقط، يرتعش، يتقيأ، يشوف الناس بتتعذب هو يفرح، هذا اللي يفرحه. الناس كذلك مع لوسيفر يشتغل في هذا الموضوع تحديدا، روح الموت. روح الموت، ليش روح الموت يشتغل معه؟ لدي يوصلك إلى مرحلة: ضربوني ولم أتوجع، لكؤوني ولم أتألم، عندما أستيقظ أعود مرة أخرى فأطلبها. سفر الأمثال، أعود أطلبها. إدمان، هذا الروح يخليك مدمن إلها. الناس اللي بالماسونية، الناس اللي عندهم فري ماسونيك، اللي هم الأحرار، هذول أيضا عندهم نفس هذه الإدمان، يدمنون الماسونية. جد ما تحكي معه تقول له غلط، تقول له مش صح، تقول له هذا الموضوع، يقول لك: لا، ما في ضرر، أنا مدمن. الناس أيضا يشتغل معها الروح مع الإدمان الاغتصاب. تلاقي الناس اللي ياخذوا مخدرات يفقدوا الإدراك والوعي، فيحصل اغتصاب، يحصل تحرش بيناتهم بدون إدراك. هذا أنا شفته بعيوني وأنا بتعامل مع شخص آمن وحكالي، آمن بالرب وحكالي شو بيعملوا في موضوع الإدمان، ولما كانوا ياخذوا مخدرات شو كان يحصل. كانوا يفقدوا، نقعد أوضة صغيرة، احنا خمس شباب وخمس شابات، نبتدي ما في عندنا مشكلة، ما عندنا أي علاقات بيناتنا خطأ، نتعامل باحترام. لكن بعد ساعة فقط من ما ناخد المخدرات، ما نعرف مين مع مين، ما نعرف، فيحصل هذا النوع من النزول. شو اللي بيشتغل في هذا الموضوع؟ طبعا اللي يشتغل لوسيفر، اللي تشتغل إيزابل، اللي يشتغل الموت والتحرش. ليه؟ لأنه بدون إدراك، فقدان إلى العقل بالكامل. فالنوع الثاني اللي بنبهك منه، رقم تسعة، انتبه من عنده، هو الإدمان. لو أنت عندك أي مشكلة من هذا النوع، أي مشكلة بالإدمان، لازم تقف بسلطان
وتتعامل مع هذا الموضوع بقوة. خلونا بليز بالدرس، يعني إذا عندك سؤال أو عندك موعد للصلاة خليه نهاية الدرس نتناقش معك. معلش سامحونا شوي، احنا بنتأخر في مواعيد الصلاة بصراحة، أنا السبب لأنه عندي معالجات وعندي استشارات طبية، لكن خلونا نركز اليوم ونفهم الدرس. طيب رقم 10، رقم 10 أيضا كثير متواجد، اللي هي أرواح الزنا والنجاسة. أرواح الزنا، وهل الزنا، هل الإنسان لما يزني، هل الإنسان لما يسقط في خطيئة زنا أو في خطيئة النجاسة، هل هذا روح يدفعه يقوده؟ نعم. مين هو الروح المسؤول عن هذا الموضوع؟ شو هي الأرواح اللي تشتغل مع الزنا والنجاسة؟ أول وأهم روح يشتغل هو روح الشهوة. روح الشهوة دائما هو الروح الأول. لما تتعامل مع شخص يزني لا تجي تنتهر فقط روح الزنا، لا تنتهر روح إيزابل. إيزابل هي الروح المسؤولة، لكن الباب هو روح الشهوة، يجي وراه روح آخر اسمه روح الزنا، يعني الزنا روح، بعدين يجي وراه آخر هو روح لو متزوج روح الخيانة، الفجور، الدعارة، الكذب، الخداع، الشهوانية، الإغراء، التراجع وكسر العهود. كل هذه الأرواح تجي مع أرواح الزنا. خلونا ناخذ شاهد كتابي حتى نفهم الكلام، ممكن ناخذ شاهدين أيضا. بطرس الثانية 2:14، بطرس الثانية 2:14 أيضا يتكلم عن المملوئين، يقول لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطيئة، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة. روح الزنا هو لعنة، أولاد اللعنة، يعني تولدوا بلعنة، جيل مولود بلعنة زنا، جيل مولود بأرواح الزنا. فلما تيجي تتعامل مع هذا الروح لازم تنتبه، مش موضوع انه هذا زنا او خان زوجته او زوجته خانته وانتهى الموضوع عند هذه النقطة، لا، الموضوع هذا يستقر بالعيون. أرواح الزنا تجلس بالعيون، كتاب قال لهم عيون مملوءة من أرواح فسق، مملوءة. فلما تتعامل مع شخص عنده أرواح زنا تتعامل مع العيون. كثير ما احنا نصلي مع ناس عندهم أرواح زنا تلاقي عيونه مختلفة، خصوصا وقت التحرير العيون تفتح، البؤبؤ يفتح. ليه؟ لأن العين هي المكان اللي تستقر فيه أرواح النجاسة وأرواح الزنا. ولهم عيون مملوءة فسق لا تكف عن الخطيئة، إذا ما اشتهى بمارس الخطيئة بالعين، بيبحث عينه بتشتغل، أرواح بتسيطر على العين حتى يزني. بعدين بيقول عنده لغة أخرى هي لغة الخديعة، لغة الكذب. ليه قلنا الروح اللي يشتغل مع هذا هو روح كذب أو روح خديعة؟ ليه؟ يقول خادعون النفوس، أي نفوس؟ غير الثابتة، يخدعون النفوس الغير الثابتة، وهي النفوس غير الثابتة دائما مخدوعة من هدول الناس. ليه؟ لأنه عندهم اسلوب بالعلاقات، اسلوب بالكذب غير عادي. النقطة الأخرى القلب، لهم قلب مش قلب عادي، لا، قلب متدرب في الطمع، قلب متدرب. لما يشوف عائلة، لما يشوف رجل وامرأة في علاقة محبة، لما تشوف رجل وامرأة في علاقة محبة قلب متدرب، تريد تأخذ العلاقة، تأخذ الرجل، يأخذ المرأة ويهدم العلاقة الزوجية. مين الروح المسؤول بعد روح الشهوة أو الأكبر أو البيك بوس عن روح الزنا؟ كنا نعرف هو روح إيزابل أو وجه من وجوه إيزابل. من وين جبنا هذا الكلام؟ جبناه من رؤية 22، رؤية 22. ولكن عندي عليك قليل إنك تسيب المرأة إيزابل. وين كانت هذه المرأة؟ كانت في الكنيسة، كانت في الكنيسة تسيب. شوفوا روح التمييز، لما يكون عندي خادم عنده روح تمييز، لما تكون أنت عندك روح تمييز، انتبهوا على كلامي،
روح النجاسة، روح الزنا، روح الشهوة، ما هو من الأرواح الظاهرة، مش من الأرواح اللي تشوفها مثل روح الغضب أو روح الموت. لا، هذا الروح مختبئ، هذا الروح يحتاج له مصلين، هذا الروح يحتاج كنيسة مشتعلة بالنار الإلهية بالروح القدس. لما تكون الكنيسة عندها روح تمييز، عندها كلمة علم، عندها كلمة حكمة، راح تعرف تمسك، مش راح تسيب، مش راح تترك واحدة تقول عن نفسها أنا نبية وسط الجماعة. إيزابل اشتغلت نبية وسط كنيسة الرب. بابل الزانية دخلت الكنيسة. إذا لازم نفهم، التي تقول إنها، مش الرب اللي حكى، هي اللي أعلنت عن نفسها، تقول إنها نبية، حتى اسمعني تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. إذا كيف أميز روح النجاسة؟ فقدان التمييز داخل الكنيسة، روح إغواء، غواية، خديعة، كذب. ما في حلال وحرام بالكنيسة، كل شيء متاح، كله مذبوح، ما عندي مشكلة مع القداسة. هاي كنيسة فيها روح إيزابل، شغالة عليها روح إيزابل. لازم أنتبه لو أنا في كنيسة من هذا النوع، لازم أقف بإيمان وأعمل حزم لهذه الأشياء، لأنه إيزابل يوصفها بمرأة مسيبة، هي عندها سلطة داخل الكنيسة. فلو راعي الكنيسة اللي المفروض يكون رأسه المسيح أو خدام الكنيسة ما عندهم، وكثير كنايس لما اليوم تحكي معهم عن مواهب الروح القدس يقول لك خلص انتهت، خلصت. حبيبي اذا انتهت، خلصت كنيستك مليانه بكرسي الشيطان وروح ايزابل، لا تحاتب الرب، لانك انت مقادر تمسك سلطانك وتميز، انت مقادر تشوف، انت مقادر تعرف انه هاي الروح مسيطره وعم تغوي، عم تخدع الناس. عيون، ارجع اكتب الايه، بطرس الثانيه 2:14، عيون مملوءه ارواح شريره، فسق، فسق غير الزنا، الزنا اثنين متزوجين يحصل خيانه زوجيه، الفسق شباب وشابات غير متزوجين يحصل علاقات جسديه وجنسيه. فانتبه، سفر الامثال، امثال 6:32 يقول: اما الزاني بامراه فعديم العقل. شوف الكلام اللي بعده: المهلك نفسه، روح موت، روح مرض، روح إهلاك، مهلك، روح المهلك، المهلك نفسه هو يفعلها. هذا لازم أنت توقف قدامه وتعلن الروح القدس يشتغل في حياتك. لازم تتعامل مع هذا الروح لأنه متواجد بكثرة في كنائسنا. لازم تقف بسلطان بدون مراعاة لأي شيء آخر. الكنيسة هي مكان لمقابلة مع الرب الروح القدس، تصنع آيات ومعجزات وشفاءات وتحرير داخل الكنيسة من قبل خدام هذه الكنيسة. لو هذا كله مطفي، أعرف أن الكنيسة تحتاج تنقية، تنقية. هذا الروح لما يجي ويدخل الكنيسة شو بيعمل؟ الشهوة والزنا وروح إيذاء، شو بيعمل؟ يترك كثيرين جرحى، يجيب عار على الكنيسة، يجيب دمار على البيت، يجيب ناس. دائما راح تلاقي لما في علاقات في عتاب، في روح مكسورة في المكان، في روح كسر للعلاقات الزوجية. الثلاث أرواح المسؤولة عن أرواح الزنا هو أول واحد روح الشهوة، تتعامل مباشرة مع روح الشهوة. اثنين من بعده يجي روح إيزابل وروح الزنا، وتتعامل معها. رح نصلي بعد شوي ضد هذه الأرواح الثلاثة، وأنا واثق أنك أنت رح تشتغل بقوة على هذا الموضوع. ليه؟ لأنه يغطي أرواح كثيرة، ورح نشوف بعد شوية. طيب، روح رقم 11، روح الملك آخاب، أو روح آخاب نقول أحسن هيك. خليني أنوه عن أمر يمكن مش واضح كثير في موضوع إخراج الشياطين. لما حصل سقوط للأرواح الشريرة من السماء، هذا السقوط انقسم إلى ثلاث أقسام. في أرواح احتفظت بأسمائها،
مثلا لوسيفر، الموت، الحية القديمة، هدول احتفظوا بأسماء ما تغيرت أسماءهم حتى بعد السقوط. في أرواح أخذت أسماء ملوك وملكات، يعني ترك اسمه أخذ اسم آخر، أخذ اسم ملكة، أخذ اسم ملك، أخذ اسم شخص ضر عمل الرب. من هذول الأرواح؟ إيزابل، آخاب، مثل ما حكينا قبل شوي أيضا قلنا أبشالوم وفرعون، نمرود، يهوذا الإسخريوطي، تلاقي روح اسمه روح يهوذا، هو روح الخيانة، خيانة اثنين، شخص يحب شخص آخر، فروح يهوذا موجود، طلع عندنا أكثر من مرة بالتحرير. فهدول الأرواح اللي سقطت أخذت أسماء لأشرار، لملوك بشر. في نوع ثالث أخذوا أسماء لآلهة تعبد، صاروا آلهة مش أشخاص، ولا احتفظوا بالأسماء اللي سقطوا بها، أخذوا صورة آلهة مثل البعل، البعل مثلا مولوك، مامن، نبو، عشتاروث، هدول أخذوا تماثيل، عملوا نوع من العبادة. واحد من الأرواح الشريرة الهامة جدا هو روح آخاب. بالاسم يحكي لك أنا روح آخاب، يعني أنا مش بجامل لك بالاسم، أنا بعطيك الاسم بالكامل. داجون كذلك بالضبط. روح آخاب، ما من هو روح آخاب؟ هو الروح الزوج إيزابل أو الشريك الأعظم لروح إيزابل. شو هذا الروح؟ هذا الروح وظيفته يدمر أنبياء الرب، هذا الروح وظيفته ضرب المذبح العائلي، هذا الروح وظيفته إزالة السلطان الموجود عند الرجال، هذا وظيفته خلق روح ضعف في شخصية الرجل، هذا الروح وظيفته الخوف والتنازل عن السلطة لآخرين وعدم القدرة على عمل أي قرارات، هذا الروح وظيفته الضعف وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، هذا وظيفته. هذا الروح يخلي الرجل كل ما توديه وكل ما تجيبه، هذا الروح يشتغل تحت سلطان إيزابل لكنه روح شريرة. شوف رجل مسلوب الإرادة، شوف رجل ما عنده القدرة على عمل قرارات، قاعد 24 ساعة على النت ويلعب ألعاب مثل الطفل، جاع يطلب منك شيء، احتاج فلان اعمل لي، مش قادر يمسك سلطانه، مش قادر يعيش حياته بالطريقة اللي هو مفروض انه يكون فيها. اسمه هاد روح آخاب، روح آخاب اللي كان في زمن ايليا، اللي ايليا ذبح قدامه انبياء البعل، ايزابل وقفت وهددت، اما آخاب فنزل وتاب، خاف لكنه رجع مع إيزابل، روح شريرة. طيب نجي رقم 12، الأرواح اللي تعمل في الجسد أمراض، أرواح، راح أعطيك هاي النوع الآخر من الأرواح. حكينا عن الجهاز الهضمي، قلنا الجهاز الهضمي هو يدخل عليه الالتواء، السحر، الحية. طب الجهاز التنفسي، هل الحساسية، الربو، المشاكل الجهاز التنفسي ممكن تكون التهاب التشعبي او الشعب الهوائيه، هل الجيوب الانفيه، هل هذه مشاكل الرئتين، هل هذه ايضا تعمل من خلال ارواح شريره؟ الجواب نعم، نعم كثير صادفت بالخدمه امراض ضعف، ودائما تلاقي الناس اللي عندها ربو، اللي عندها حساسيه، اول سؤال اساله، احكي له هل في العائله أبوك ولا أمك عنده نفس الموضوع؟ بس يحكي لك إيه عنده نفس الموضوع، أعرف إنه لعنة متوارثة ممسوكة بأرواح شريرة. الربو، رب ما خلقك حتى أنت تكون في مرحلة ربو، لا، الربو، الحساسية، جهاز تنفسي، مشاكل الجهاز التنفسي، الأغلب من هذه المشاكل أغلبها متوارثة من العائلة بسبب أرواح مرض موجودة بالعائلة. هل هذه لعنة؟ كل شيء منتقل عبر خط الدم يسبب لك ضرر هو لعنة،
كل شيء منتقل عبر خط الدم ومختبئ. هذه الأرواح تختبئ بالرئة، تختبئ في الأماكن التنفس، فتلاقي الناس اللي عندها مشاكل بالتنفس راح تلاقي عنده روحين، روح الاختناق ما يقدر يتنفس، وروح الموت، روح الاختناق والموت. لما تتعامل مع هذه المواضيع مش بس تتعامل معها بشكل طبي، لازم تتعامل معها بشكل روحي، لازم تفهم انه دائرة الارواح الشريرة تشتغل في مجال الرئة والنفس والربو والصرع وكل الامراض الانتقالية اللي اخذت حيز في العائلة ووصلت لك، هي عبارة عن ارواح شريرة اختفت داخل لعنات وانت استقبلتها داخلك ومشيت معها وقبلتها كأنه حالة مرضية. لازم تقف في حساسية الربيع، لا، لأن هذه موسمية، احنا بنتكلم عن الأرواح اللي مستمرة، الحساسية المستمرة، الأشياء المستمرة دائما دائما موجودة في حياة الإنسان، يأخذ بخاخ دائما لأنه ما يقدر يتنفس. هذه أرواح تجلس بالرئة بمناطق التنفس، فعندي أرواح تجلس في مناطق الجهاز الهضمي، وأرواح تجلس في الرئة، وأرواح تسيطر على القلب، أرواح تسيطر على المشاعر والأفكار. لهذا السبب لازم أنت تكون قوي روحيا، قوي بالكلمة، لما تتغطى بالدم، لما تمسك سلطانك وتعلن سلطانك، هذه الأرواح اللي أنت تشوفها في هذا العالم الساقط راح تتوقف. لما أنت تغلق الأبواب، تغلق، تكسر اللعنة المتوارثة، لما تصلي بإيمان راح تلاقي نفسك مختلف. تعالوا ناخذ روح آخر اسمه كتابيا، اسمه روح إله عامون. روح إله كتابيا، روح إله عامون، ذكر في تكوين 19 من عدد 30 إلى عدد 38. روح إله، شو صار في زمن لوط؟ لوط كان ساكن في مدينة عند الشذوذ الجنسي، أو ما احنا نسميه بلغتنا العربية اللواطة. طب هل الموضوع انتهى عند اللواطة والشذوذ الجنسي؟ لا. من هو إله عامون؟ إله عامون هو الولد الأول اللي ولد بالزنا من لوط وابنة لوط، هو زنا المحارم، زنا البيت، زنا العلاقات الأسرية. إله عامون زنا المحارم. راح أقرأ لك الشاهد أو اللواطة مندمج مع بعضه، تلاقي فيه لواطة وتلاقي بنفس الوقت تلاقي في نسل مولود بالزنا ابن. احنا دائما نتكلم عن مدينة سدوم ونقول لوط في مدينة سدوم، لكن الموضوع ما انتهى في مدينة سدوم، لا، نسل لوط كان من ابنه، من بنته اتولد ولد سموه عامون. عامون معناها زنا محارم، زنا لواطة، زنا أسري. فهذا الروح متواجد بالأسرة، يعمل بشكل خفي، يعمل بشكل علني، لكنه روح موجود. مين الروح المسؤول عن هذا الموضوع؟ راح أعيد الشاهد حتى اللي حب يخلي هذا الشاهد، تكوين 19 من عدد 30 إلى عدد 38. حقا يمكن هيك شيء بسيط من عنده، يقول فسقتا أباهما خمرا، شوفوا هذا الروح كيف يشتغل، سقتا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا. شوفوا الارتباط بين الخمر مشروب والروح اللي أحكي عنه هو روح عامون، نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعهما ولا بقيامهما، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، هذا مؤابيين، وهو ابن المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بني عمي، وهو أبو بني عامون إلى اليوم. هذه مهمة، مهمة. أبناء زنا، هي لعنة، هي لازم تتكسر. طب مين المسؤول عن أبناء الزنا ومن الروح المسؤول عنه؟ روح اللواطة
روح اللواطة مسؤولة عنه للاف، تغير جنس الرجل إلى جنس امرأة، تخلي رغبات أنثوية بين، تمحي الرجولة الموجودة بالرجل وتخلي فيه رغبات أنثوية، فيكره الأنثى يحب رجل آخر. نفس الشيء تخلي بالمرأة رغبات اتجاه مرأة أخرى، تكره الرجل لكن تحب مرأة أخرى، هذا المسؤول عنه للاف. طب مين المسؤول عن روح بني عامون؟ إيزابل. إيزابل هي الروح المسؤولة عن بني عامون، تنقل هذا الروح المحارم، روح بني عامون. لما تتعامل مع هذا الموضوع، لما تصلي، ليه دائما أنا بسأل أقول له أنت من وين جيت؟ من أي بلد؟ من العراق؟ بعرف شو في العراق؟ في بل، في نبو. من وين جيت؟ من لبنان؟ في إيزابل شغالة، وفي روح الوثن. من عمان؟ جيت من مؤاب؟ جيت من مصر؟ جيت من فلان؟ ليه بسأل؟ لأن بكسر من الجذور. هذا التعليم ما يكفي انك انت تجي بس تقول اخرج. رب يسوع عطانا انه قال فتشوا الكتب، فتش، اتعلم. اليوم انا بعلمك حتى انت بكره تمسك سلطانك. لو انت من بني عامون لازم تكسر اليوم باسم يسوع، انا بكسر هذا روح عامون، هذا الروح الشغال بكسره، بشحل هذا الموضوع بقوة اسم يسوع. الممارسات الممنوعة، اللعنات الخفية اللي دخلت على حياتي بسبب هذا الموضوع. امين. من اسرائيل لوسيفر. رح نحكي بعد شوي عن الدول وعن أسماء الدول. الروح المسؤول عن حماية إسرائيل هو روح مايكل، ميخائيل، بس الروح المقاوم اللي قاوم مايكل في سفر يهوذا بالإصحاح الجديد على جسد موسى كان لوسيفر. انتبهوا من هذا الموضوع. روح السحر كثير قائم، لوسيفر مسؤول بمملكة السحر ومسؤول عن اللي يتمتع بأذية الناس. خلونا نكمل، ربنا يستر من هذه الحلقة. طيب تعالوا نكمل رقم 14. وصلنا، مش وصلنا 14 الآن؟ 14 إيرميا 32 18. إيرميا 32 18 يقول صانع الإحسان لألوف. مين هذا؟ الرب. طيب بعدين، ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم، الإله العظيم الجبار رب الجنود اسمه. الأرواح المتناقلة من الأجداد. تبوا على كلامي، الرب يسوع في غلاطيا وقف ضد كل لعنات الأجداد. زي ما كان رغبة الرب يسوع ورغبة الآب ورغبة الروح القدس أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، نفس الشيء يسوع أتى ليكون في علاقة مع المؤمنين وفي علاقة حرب مع اللعنات والأرواح الشريرة. كتاب المقدس قسمين مش ثلاثة، اوعى تفكر في ثلاثة أقسام. الكتاب المقدس قسمين، مملكة الرب، ملكوت الله، ومملكة النور، مملكة القوة، والمملكة الأخرى اللي أنت ساكن فيها الآن هي مملكة العدو، مملكة إبليس. الرب يسوع أتى حتى يعلن أنه ناس اللي في مملكة إبليس يطلع بقرار إلهي اسمه الفداء من هذه المملكة. الخلاص يتطلب، الخلاص يتطلب إيمان بموت يسوع، قبول الرب يسوع مخلص. واضح؟ هل الجميع قبلوا الخلاص؟ لا، في ناس قبلت، في ناس رفضت. هل الجميع، هل الجميع اللعنة كسرت على حياتهم أو من حياتهم؟ لا، اللي قبلوا يسوع مخلص وعاشوا وغلقوا الأبواب وفهموا اللي احنا بنتكلم عنه الآن، اللي احنا بنحكي عنه في موضوعنا، هدول الناس كسروا اللعنة. قبول الرب يسوع معناها اني انا اقبل
السلطان في روحي، روحي تتحرر. طب لو أنا جاي من عائلة بتمارس السحر، لو أنا جاي من عائلة بتمارس التنجيم، لو أنا جاي من عائلة فيها الشذوذ الجنسي شذوذ عادي، لو أنا جاي من عائلة بيعبدون الأصنام، لو أنا جاي من خلفية غير مسيحية بالكامل بتعمل ذبائح وحيوانية، ولو أنا جاي من خلفية بتؤمن بالعنصرية والطبقية، كيف أتعامل؟ اسمعوني زين، كل الأرواح اللي متخبية بحق قانوني تحتفظ باللعنة حتى لو أنت قبلت الرب يسوع مخلص. لازم ينكسر الحق، لازم واحد بالعائلة بيمارس السحر، جدي بيمارس السحر، جدي عنده كتب سحر، جدتي عرافة، عندي ساحر بالعائلة وعنده عهود دموية. هاي العهود الدموية تنتقل مجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم، إذا بنيهم ما أعلنوا كسر لهذا السلطان بقوة اسم يسوع رح يستمر، روحه رح تتحرر بسبب النعمة، مش حتى لو مات رح يروح للسماء، لكن رح يظل يعاني، رح يظل عنده أحلام مزعجة، رح يظل تائه، رح يظل تعبان. ليه؟ مش لأنه روحه موضوع، مش موضوع روحه، موضوع جسد وعقل. لازم الروح اللي هي تحررت تتحرك من خلال علاقة وشراكة وتعليم صح وكنيسة مليانة بالروح القدس، ويبتدي العقل يستنير بالكلمة وتسمع هذا الصلاة، واليوم تقعد تكسر باسم يسوع. أنا سمعت صلاة كتابية وآيات كتابية، أنا اليوم بمسك سلطاني وبكسر كل اللعنات الداخلة على حياتي بقوة اسم يسوع. شو اللعنة اللي على حياتي؟ في بحياتي سحر؟ اليوم أنا بكسر هاي اللعنة. أنا بعرف أبوي عنده سحر، أنا ورثت تماثيل وأصنام وأسحار من العائل، أنا بكسرها في اسم يسوع. أنا تورثت ناس بتؤمن بالتنجيم، تورثت لعنات عن الشذوذ الجنسي من بني مآب بني عامون، أنا بكسرها. هذه الأرواح تكون مختبئة خلف اللعنة، عند حق البقاء وعند حق الانتقال عبر خط الدم. عائلة عندهم الاسقاط المتعمد للاطفال، الام اسقطت، الجده اسقطت، خلاص صار حق، كل دم هو حق، لازم هذا الدم اجي اعلن عليه دم يسوع واحسمه انهي. فروح اللعنه لازم ايضا اتعامل معها. رقم 14 هي الارواح المنتقله من الاجداد الى الاولاد. طيب ناخد 15، الوقت عم يمشي. روح آخر موجود بكثرة، موجود في سفر الجامعة 7-12، وأيضا موجود في أماكن كثيرة، موجود في تكوين 4، روح الغضب. روح الغضب يقول لا تسرع، اسمع، لا تسرع بروحك، بروحك إلى الغضب، لأن الغضب يجلس أو يستقر في حضن الجهال. غضب، تعرفوا حدا عنده غضب؟ وغضب شديد وغضب متناقل، الأب يغضب والولد يغضب، الأم غضوبة البنت غضوبة. الغضب، الأرواح اللي تعمل مع أرواح الغضب، طبعا ممكن ترجع أيضا كشاهد آخر في أفسس 4، أفسس 4:26-28 يقول اغضبوا، هذا الغضب الطبيعي، ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكانا. إبليس مكانا، المسؤول عن روح الغضب هو إبليس. إبليس المشتكي، مليان حقد، مليان كراهية. طب شو الأرواح اللي تدخل مع الغضب؟ الحقد، الحسد، نكد، نكدي، انتقام، مرارة، كراهية، عدم غفران، سخط، استياء، ضغينة، مزاجية، واحد مزاجي. هذه الأرواح اللي تدخل مع روح الغضب، هل روح أرواح اللي تشتغل مع الغضب؟ هل الغضب روح شرير؟ نعم، الغضب روح شرير، مسؤول عنه إبليس.
فواحد يجي يقول لي ليه بتقول لي الأسماء؟ مش أنا اللي بقول لك، الكتاب بيقول لك، كتاب بيقول لك لا تعطوا إبليس. كان ممكن يقول لك لا تعطوا الشيطان، هو بيعطيك الاسم، لا تعطوا إبليس مكانا. ليه؟ لأنه روح الغضب هو روح إبليس، روح السخط هو روح إبليس، روح الاستياء، روح الضغينة، روح الانتقام، المرارة هو إبليس. لا تعطيه عمي مكان، لا تغضب. طيب نجي رقم 16، روح المعاناة، الكرب، العذاب، معاناة، كرب، عذاب. واحد يقول لي أنا طول حياتي بتعذب، حبيبي عندك روح شرير اسمه روح العذاب، بساطة جدا، سفر يعذبك. أنا طول حياتي عندي معاناة، يا حبيبي عندك روح شرير اسمه روح المعاناة. أنا طول حياتي أحمال وكرب على حياتي. طب يا سيسوسة من وين جبت هذا الكلام؟ مش راح يطلعوا لي بعد شوي يقولوا لي من وين جبت؟ أقول لك خروج 6:9، خروج 6:9 شو بيقول؟ قل فكلم موسى هكذا، فكلم موسى، فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. صغر نفس، راح معاناة، هو روح صغر النفس، هو روح عبودية، هو روح عذاب، روح كراب، يكرب عليك العدو ألم. أرواح اللي ترافق روح الكرب أو روح العذاب أو روح المعاناة، واحد بيعاني، ربنا خلقك حتى تعاني. اوعى تصدق انه الرب، اوعى تقبل تعليم انه الرب يمتحنك بمعاناة حتى يرقيك، حتى حبيبي الرب ما عنده هيك شيء. التعليم اللي عم نستلمه دمرنا الدنيا كلها. انت في عهد نعمة، انت في عهد جديد، انت في عهد بركة، انت في عهد السماء مفتوحة امامك. يسوع ما اجى حتى انت تكرب وتعاني وتتألم، يسوع جاء حتى يكون لك حياة ويكون لك افضل. يوحنا 10:10 يكون لك حياة ويكون عندك. طب من وين تجي المعاناة؟ من وين عم يجي الكرب؟ من وين عم يجي العذاب؟ ابليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمس من يبتلعه. عدوك أتى، المهلك أتى، يذبح، يقتل، يهلك، الهلاك. روح العذاب والمعاناة يجي معاه الألم، يجي معاه روح اسمه الكرب، الحمل، يجي معاه روح اسمه الحزن، الضيق. قلب واحد قلبي موجوع، شو قلبك موجوع؟ روح يجي على القلب يخلي جوا القلب ألم، موت. يجي دائما هذا الروح نتيجة لعنات من الماضي، سحر وخوف وغضب شديد، يدخل إلى العائلة بهذه الطريقة. لما تجي الأرواح بهذه الطريقة وتدخل حياتك تسبب لك كثير من التعب وكثير من المشاكل والألم. لازم توقف ضد كل هذه الأرواح وتبتدي تشتغل على هذه الأرواح بقوة، تضغط عليك، تكسر لك يعني بالمعنى البسيط تكسر لك ظهرك. هذا الروح اللي حكيت عنه بالآخر هو روح المعاناة. ناس تعاني، تعاني طول حياتها، تعاني معاناة بالفقر، معاناة بالزواج، معاناة بالإنجاب، معاناة بالصحة، معاناة، قائمة معاناة، قائمة كرب، قائمة كأنه واحد كأنك أنت مولود للمشقة، مولود للألم، مولود للعذاب. هذه شو؟ من وين؟ هذه أرواح شريرة. لازم لما تقف تصلي تقول باسم يسوع أنا برفض أني أنا أكمل تحت المعاناة، أنا برفض المعاناة اللي عم بيخلي يا إبليس على حياتي، أنا برفضها، مش راح أكمل وأنا بكرب وأنا في عذاب وأنا في معاناة وأنا في مرض وأنا في وجع مستمر وعلى حياتي وعلى حياتي. لا تقبل تكمل بهذه الطريقة، لازم يحصل تغيير
للأمور اللي أنت بتعيش فيها لازم تحصل. الآن أنا وضحت لك يعني هذه الأسبوعين خليت أمامك ما يقارب 16 روح يدخل على حياتك، لسه قدامك تقريبا 30 روح.